يسعد مساكم أصدقائي، تحياتي لكم. صارت الساعة 9 تماما. تحياتي معكم خالد الأسعد. بهذا البث حبيت أتكلم عن موضوع البث المباشر على عفوا حبيت أتكلم بموضوع التسجيل للجامعات النرويجية. مثل ما بتعرفوا بهاي الفترة هو بتبلش موعد التسجيل ببداية مارش، بلش التسجيل على سمور نوبتك، وراح ينتهي التسجيل على الجامعات ب 15 أبريل. بشكل عام يعني نحن ما بتفرق ايمت بنسجل بأي فترة، ولكن 15 أبريل هو الفريست، فيفضل نسجل قبل 15 أبريل. بهذا البث راح أحكي هيك نقاط عامة، نقاط رئيسية بسيطة ومختصرة، ما راح فوت كتير بالتفاصيل مشان يعني ما نخوض بأمور ما أنا مهمة. فراح بلش ببعض التواريخ. فمثل ما نعرف إنه الفريست لحتى مثلا نقدم على سمورنا بتاعك بيخلص 15/4. الفريست لحتى نرفع الأوراق على موقع سمورنا بتاعك، يعني بالنرويجي لحتى نعمل لاست اوب دوكيومنتاشون على موقع سمورد نوبتك، راح ينتهي بواحد يولي، يعني 1/7. طبعا 1/7 هو تاريخ مشترك لنهاية رفع الأوراق ولنهاية إمكانية تغيير الترتيب تبع الرغبات. بالنرويجية بيقولوا لها اون بريوريتيرينج، تغيير الترتيب تبع الرغبات. اثنيناتهم هدول رفع الأوراق وتغيير ترتيب الرغبات بواحد يولي بوقفوا، ما بيعود فيك تعمل شيء. غالبا ما يجي الجواب من سمار نوبتك بعشرين الشهر، 20/7 بيجي الجواب من سمار نوبتك بالرغبات. ب 20/7، ما بين 20/7 و 24/7 تقريبا، منتصف الليل في 24/7، يعني معك تقريبا 4 5 أيام لحتى تجاوب وترفض على هدول الرغبات. يعني بالنسبة إليك معك هاي الفترة لحتى تجاوب، بغض النظر شو كان جوابك، بس هي هي الفترة المتاحة إليك. بعد ما تجاوزت هاي الفترة اللي هي 24/7 الساعة 12 المساء 12 بالليل، فممكن إذا ما جاوبت خلاص تطلع برا الموضوع كله وما يطلع لك شيء. بالنسبة للتسجيل بسمارت نوبتك، هلا بالنسبة للتسجيل أكثر الأسئلة اللي عم تجي إنه يسعد مساكم جميعا، ما كثير حاليا عم بنتبه على التعليقات، ما تواخذوني لأنه الكاميرا موجودة أمام التعليقات تماما، كاميرا الويب كام. فبالنسبة للتسجيل على سمارت نوبتك، أكثر الأسئلة اللي بتجي إنه أنا بدي أسجل على الجامعة، بس شو هي 23/5 وحط نرويجي، يعني الباك جراوند تبعي نرويجي ولا 23/5؟ يعني اكثر الاسئله عم بتكون بهي الطريقه، انه شو الفرق. هلا اذا كنت انت شخص اخذت الست مواد تبعك بالنرويج هي اولا، وصار عمرك 23 سنه وعندك 5 سنوات براكسيس، فيك تقدم 23/5. هلا شو هدول ال5 سنوات براكسيس؟ هلا على سبيل المثال ممكن حتى برنامج الانترو انتروداكشن بروجرام براكسيس، حتى شغلك، يعني حتى اذا كنت عم تشتغل ايضا، فهذا كلياتهم هاي القصص تدخل ضمن نطاق ال5 سنوات براكسيس. فانت بما انه صار عمرك 23 وفوق باللحظة اللي بتقدم فيها على الجامعة واخذ ال6 مواد هون في النرويج، بتقدم 23/5. طبعا هو الخيار الاول بيكون نوشك في دراجونا سكولا بين قوسين انكلودير 23/5، فبتقدم عن طريقه. هلا اذا ما كنت اخذ 6 مواد انت هو بالنرويج، فهون بدك تقدم عن طريق ايوتلاندس في دراجونا سكولا، وراح تختار سيريا كباكرين او الدولة اللي انت منها. يعني هاي مشان يعني نلخص الموضوع بكل بساطة، لانه اكثر الاسئله عم بتكون عن موضوع 23/5 او كيف بدي اقدم. يعني
موضوع الأسئلة اللي اجتني بعض التعليقات راح أحكي فيهم خطوة خطوة، بس حاليا راح أروح للنقاط الرئيسية اللي بتهمنا. نجي لموضوع اللي بده يقدمه هندسات وناقصهم ناقصهم رياضيات R1 R2 فيزيك N. أغلب الأصدقاء عم بيفكروا إنه والله أنا ماني كفاليفيسيرت لأقدم على الهندسات، خلاص راح أجل السنة الجاي أو راح أخذ فوركوش. طبعا هون لازم يكون في تمييز ما بين الفوركوش وما بين التري سمستر، لأنه الفوركوش هو عبارة عن بالعربي يعني سنة تحضيرية، سنة تحضيرية، فنحن عم نحكي عن سنة دراسية كاملة، بينما التري سمستر أو تري ترمينس أوردنينج هو عبارة عن فصل صيفي بيتاخد بالصيف، يعني شغلة شهر ونص تقريبا تاخد فيه المادة اللي ناقصتك وبتكمل. هذا هو التريس للهندسات طبعا أنا عم بحكي هلأ. فأنت إذا بدك تدخل هندسة وناقصك R1 R2 فيزيك N، ما في داعي تستنى سنة كاملة وتاخد فوركوش وتفوت حالك بقصص ما لها داعي، ما لها أي داعي. أنا على سبيل المثال كان ناقصني ال R1 ال R2 فيزيك N، ما استنيت سنة، سجلت عن طريق موقع سوكنا دويب على تري سمستر أو مثل ما حكينا هو فصل ثالث يعني، وسجلت على فوني بار انرشي انجينير بانتينيو يوفيك ووصلني القبول، ولكن طبعا قبول مشروط بيكون. هذا القبول المشروط بيكون انه انت بتاخذ قبول للجامعة بس لازم تنجح بالصيف مثلا مادة الار ان، وبالسنة الدراسية الاولى تاخذ الار 2 والفيزيك ان ضمن مواد السنة الاولى. طبعا انا هون نسيت اعرف بنفسي في البداية للي منكم ما بيعرفني، انا حاليا في نهاية السنة الثالثة من اختصاص فورني بار انرشي انجينير او هندسة الطاقة المتجددة في انتينيو في مدينة يوفيك، مشان اللي ما بيعرفني يكون على معرفة. فلما فت على هذا الفرع فت عن طريق تري سمستر، و ما كان اصلي للار ان والار 2 والفيزيك ان، قدمت عن طريق موقع سوكناد ويب، وتقريبا يعني طريقة التقديم لا تختلف عن موقع سمرنوبتك نفس السيستم. وايضا انا عامل فيديو على يوتيوب، بس اكتبه على يوتيوب بالعربي سوكناد ويب او بالنرويجي سوكناد ويب، غالبا راح تلاقي الفيديو تبعي موجود مكتوب عنوانه باللغة العربية كيفية التقديم على سوكناد ويب. فبهي الطريقة أنت بتضمن أنك قدمت على الهندسات حتى لو ناقصك مواد، ما في داعي تنتظر وقت طويل يعني، ما في داعي. طبعا الفيديو أنا ممكن أنزله بالمجموعة، ونزلته قبل وراح أرجع أنزله في التعليقات على هذا البث. فالسوكنا دويب يا جماعة الهندسات، جماعتنا يعني، السوكنا دويب هو المفتاح إذا ناقصك R1 أو R2 أو فيزيك N، ما تنتظر سنة كاملة. بس طبعا في ملاحظة مهمة لازم تعرفها، إنه التسجيل طبعا بينتهي ب15/4، رفع الأوراق يفضل يكون بأسرع وقت ممكن على موقع سوكنا دويب، لأنه نتيجة السوكنا دويب غالبا ما تطلع ب25/6 أو أحيانا 20/6، وبالتالي لازم الواحد يرفع أوراقه بكير كتير، مو مثل سمر نقطك. فأنا اللي عملته مثلا لما قدمت امتحاناتي، كان آخر امتحان ب5/6 بالفيدراغون يعني، حكيت مع إدارة سمورنا أوبتك، عفوا حكيت مع إدارة بريفاتيست، لأني قدمت بريفاتيست، حكيت مع إدارة بريفاتيست بمقاطعتي وقلت لهم أنا مسجل على موقع سوكنا دويب على تري سمستر، وهذا الشيء بيحتاج إنه يا ريت تبعتوا لي النتائج بأسرع وقت ممكن لأنه لازم أرفعه. يفضل ترفع نتائجك على سوكنا دويب بأسرع وقت ممكن قبل 20/6 أفضل، لأنه راح يطلع الجواب ب20/25/6 يعني. طبعا بمكان الكومنت أنت عم تقدم راح يطلع في عندك مكان للكومنت، ممكن تكتب إنه مثلا سكالفارد دي مي في دراجونا سكولا إي ديتا سومستر مثلا، مشان يعني ينتبهوا لهي النقطة، وبالتالي يعني ممكن يكون عندهم علم انه انت راح تخلص الفيدراغونا هذا السمستر او هذا الفصل، وبالتالي يعني ممكن يريحوك بشغلة، ممكن يساعدوك، ممكن يستنوا عليك شوي.
هي السوق نادويب لجماعة الهندسات، نقطة مهمة انهم انهم يطلعوا عليها، موقع سوق نادويب. هلأ بنروح على السكن الجامعي. السكن الجامعي هلأ قبل فترة كورونا كنت دائما أقول للجماعة اللي بدهم يسجلوا على الجامعة يسجلوا على السكن الجامعي كتير بكير. هلأ بسبب كورونا السكن الجامعي تقريبا عم بيفضى، ولكن خاصة بده يسجل بأوسلو، و يعني بده يطلع على مدينة كبيرة مثل أوسلو أو ربما بيرجين أو كذا، بنصحه يسجل على السكن الجامعي من هلأ، لأنه خلاص يعني هلأ نحن بشهر أبريل. عادة أنا بنصح اللي بده يسجل على السكن بأوسلو يسجل من بداية السنة، كمان من شهر يانيور يعني كان، ولكن يعني بسبب كورونا ربما يكون الموضوع صار أسهل إنه الواحد ياخذ سكن. بس anyway بنصح اللي بده يسجل على السكن الجامعي يسجل هلأ، بغض النظر ما طلع لك جامعة، نحن ما بنعرف لسه، ما طلع لنا جامعة، ما طلع لنا أي رغبة. أوكي سجل على خلينا نقول أكثر 5 جامعات حاسس راح يطلعوا لك، يعني سجل على سكن جامعي بإنتينيو ترونتهايم مثلا، سكن بـ UUT بترومسو، هوي سكول أوف فيستان إي بارجن، يونيفرسيتي ستافنجر، يعني كل وحدة فيهم سجل على سكن جامعي، لأنه أنت حاسس إنه هدول الخمسة مثلا، أو أنت أصلا مسجل على هدول الخمسة هن راح يطلعوا لك، سجل على السكن تبعهم الخمسة. هلا شو راح يصير لما يطلع لنا السكن ولسه ما طلع لنا الستوديو اونسكا او الرغبه الجامعيه، شو راح يصير؟ هلا هذا الشيء يعني مختلف وليس امر ثابت، يعني ما في قاعده ثابته، ولكن بعد اطلاعي وقراءتي عن هاي الموضوع هذا، فبيقول الموضوع انه انت لو بدك تغير سكنك الجامعي، يعني لو طلع لك سكنك الجامعي مثلا وانت ما طلع لك الرغبة الجامعية، ففيك تشيلها. يعني ولنفترض انت مسجل على السكن الجامعي، اجاك ايميل ب1/7 عم بيقول لك انه انت طلع لك سكن جامعي بترومسو، وخلال 5 ايام مثلا او اسبوع لازم تدفع ديبوزيتوم، ماشي؟ واذا ما دفعت الديبوزيتوم راح يروح عليك السكن وراح يروح طلبك يعني، ولازم تقدم طلب جديد. شو بعمل انا بهي الحالة؟ اللي بعمله بهي الحالة، ماشي، اول شي بفكر شوي انه هل انا جامعة ترومسو هي مهمة الي ولا يعني ما كتير مهمة. هلا اذا مهمة ممكن اتصل بالسكن واحكي وكذا وكذا، ما مهمة خلاص اوكي ما في داعي يعني، اوكي مو مشكلة. وبكل الأحوال طبعا بكل الأحوال أنا بنصحك بهيك حالة تتواصل مع السكن بعد ما يوصلك هذا الإيميل إنه أنا لسه ما طلعت لي الرغبة الجامعية، ل 20/7 لا تطلع. ممكن يقولوا لك أوكي نحن فينا ننتظر ل 20/7 ماكسيموم، بس بعد 20/7 ما فينا ننتظر. هذا السكن الجامعي ممكن يقول لك هيك. فأنصح أي شخص راح يمر بهالحالة، طبعا في كتير ناس بتمر بهي الحالة، أنا مريت بهي الحالة، طلع لي سكن جامعي بأوليسوند، فلما فكرت شوي بالموضوع قلت إنه أوليسوند ما كتير بتهمني، ف يعني حتى ما جاوبت على الإيميل إنه تبع الديبوزيتوم وكذا، فراح راح الطلب بحال سبيله وما احتجت أعمل شيء. بينما طلع لي سكن جامعي بمدينة يوفيك مثلا، أوكي هذا مهم لأنه يعني كل المؤشرات تشير إلى أنه مثلا يوفيك هي المدينة اللي راح تطلع لك. فهون تهتم تتصل بالسكن تحكي معهم بترتب الأمور تبعك. بالنسبة لدفع الديبوزيتوم، هلأ لما تدفع الديبوزيتوم كمان أحيانا أو غالبا في كتير ناس بتدفع ديبوزيتوم، السكن الجامعي عم بيكون مرن بهي الموضوع بهي الحالة، في مرونة يعني. فعم بيقول الكتاب اللي وجدته والحكي اللي وجدته إنه قبل 1 أغسطس إذا كنسلت مكانك بالسكن الجامعي قبل 1 أغسطس، قبل 1 آب 1 أغسطس يعني، إذا كنسلت مكانك عملت كنسل للمكان بيرجعوا لك الديبوزيتوم، ما في داعي تدفع شيء. طبعا طبعا لأنه قبل 1 أغسطس وما راح ينطبق عليك موضوع الأوبسي جلسة اللي هو الشهرين. ولكن نرجع منكرر ما في قواعد ثابتة لهي الموضوع،
بشكل عام بمجرد ما يجيك الايميل انه لازم تدفع ديبوزيتهم مشان السكن الجامعي وكذا. اذا انت مهتم بالموضوع اتصل بالسكن الجامعي واحكي معه وخذ وعطي وكذا. ما كتير مهم موضوع السكن الجامعي اللي طلع لك، ما في داعي تعمل اي شيء. ما بعرف اذا حكيت لمحة عامة عن موضوع، حكيت شغلات مهمة، ولكن بالنسبة لكيفية التسجيل على السكن الجامعي ايضا انا عامل فيديو على يوتيوب، بس اكتبه بالعربي السكن الجامعي بالنرويج راح يطلع لك، او راح احطه في هذا في التعليقات على هذا البث المباشر. طبعا برجع بكرر، انصح اللي بده يسجل على سكن جامعي بمناطق مثل اوسلو يسجلوا من هلا. يعني على سبيل المثال انا سجلت على السكن الجامعي بأوسلو بسبب اني قدمت على ماستر بأوسلو من هلا، من تقريبا من شهرين سجلت على السكن الجامعي بأوسلو، لانه أوسلو مدينة كبيرة ومزدحمة وما حدا بيعرف ايمت راح يطلع لك. بالنسبة للتقديم على ماستر، ف كتير ناس عم تتساءل على موضوع التقديم على ماستر. ان شاء الله يكون الصوت ظابط، ما بعرف إذا الصوت ظابط ولا لا، يا ريت تقولوا لي إذا في أي مشكلة. بالنسبة للتقديم على ماستر، هلا التقديم على ماستر الفريست تبعه غالبا بيكون 15/4 غالبا. هلا كيف نقدم على الماستر؟ عن طريق موقع سوكنا دويب. هلا في بسمور نابتك بعض الماسترات، ولكن الشكل العام للموضوع انه عم بيتم التقديم للماستر عن طريق موقع سوكنا دويب. يعني انا على سبيل المثال قدمت على اكثر من ماستر حاليا كلهم عن طريق سوكنا دويب. يعني بس اكتب على جوجل مثلا ماستر اي تي مثلا برجن راح يطلع لك، راح تفوت عليه. بدك تطلع على الاوبتاكس كراف وكذا، الاوبتاكس كراف غالبا ما تكون موحدة، يعني لما يتعلق الامر بالماسترات الهندسية غالبا ما يكون الموضوع، يعني الاوبتاكس كراف تبع الماستر متشابه. يعني انا بالنسبه لي مثلا هلا صرت اعرف انه ماستر الهندسات 100% بيشبه بعضه بانه بده ينم سنيد كاركتير سي. يعني بي بي بالعلامات تبع سلم العلامات الجامعي هو A B C D A. فالA هو البرفكت، يعني اللي بيجيب 100% واللي مو من جماعته نحن. والاي اللي هو اخر شيء، يعني النجحان يعني على القد، والسي هو النص، يعني ممكن خلينا نقول 70% هيك شيء، يعني اللي بيجيب علامة 70% تقريبا. فاللي بيجيب سي بالينوم سنيت تبع الباتشلر اوف كاف كله، تبع عفوا الباتشلر كله، يعني انت كل دراستك الجامعية بدهم يجمعوا العلامات ويقسموهم على لينو سنت، يعني بده يطلع سي. فالاوبتاكس كراف تبع الماستر غالبا ما يقولوا لك بدنا ينو سنت سي، بالاضافة لانه بدنا الانجليزي يكون معك جايب فيه 4، الانجليزي 4. ولكن حسب ما قرأت ايضا وراح احط المصادر تبعي، انه اللي اخذ الباتشلر بالنرويج ممكن ينقبل لو جايب حتى 3 بالانجليزي بالماستر. رح احط لكم مصادر المعلومات اللي عم بحكي عنها بالتعليقات. طبعا انا هذا الحكي عم بحكيه بناء على تجربتي، يعني انا بدي اقدم على ماستر فشفت انه سبروك فاردي هيك شو طالبين. بالنشك ما طالبين علامات محددة كونه انا الباتشلر تبعي بالنرويج يعني، بس بالانجليزي كاتبين لازم تجيب 4 أو 6 بالايلتس وفوق. ولكن اذا كان الباتشلر تبعك بالنرويج ممكن يعني ينزل شوي تحت. ما بعرف اذا حكيت على الماستر. اي سؤال عندكم اكتبوه، لانه مشان اعرف كيف بدنا يعني جاوبكم بعد ما اخلص يعني النقاط اللي عندي. بالنسبة لموضوع الليدي بلاستر، الليدي بلاستر او الاماكن الشاغرة، هلا بعد ما نقدم على المفاضلة ب 15/4 وتسكر سمورد نوبتك، في عنا مفاضلة اخرى
اسمها ليدي بلاستر، الأماكن الشاغرة. هلا هاي بجوز تكون مهمة لبعض الناس، بجوز تكون ما مهمة، ولكن كنقطة مفصلية في موضوع الجامعات لازم أحكيها، لازم أوضحها. ليدي بلاستر أو الأماكن الشاغرة بتنزل غالبا بالنسبة للجامعات ب 19 أو ب 20، 20 أو 19 يولي، ب 19 سبعة يعني، بتنزل هاي الليستة تبع مفاضلة الأماكن الشاغرة وبتصير جاهزة لأنك تعمل عليها سوق. ونفس الشيء سوق و10 رغبات وكذا. طبعا إذا عملت عليها سوق ما بيلغي السوق الأساسي، ولكن إذا عملت قبول لأحد الأفرع منه خلاص راح السوق الأساسي يعني. ولكن إذا عملت بس سوق ما في. وهون بدي نوه لملاحظة، مشان لأنه هلأ خطرت على بالي، لما تعمل سوق على سمورنا أوبتك وبنفس الوقت تعمل سوق على سوق نادويب اللي هو الموقع اللي بتقدم عن طريقه التريس أو الماستر أو إلى آخره من الكذا، ما بينخلطوا ببعض. يعني أنت فيك تقدم على ماستر، عفوا، فيك تقدم على سمورنا أوبتك، فيك تقدم على سوق نادويب بنفس اللحظة، وما راح يأثر هاد على هاد إلا في حال قبلت، عملت قبول لتلبد بواحد منهم، يعني ما كتير بيأثروا. نرجع لموضوع الليدي بلاستر. الليدي بلاستر اللي هو الأماكن الشاغرة، الأماكن الشاغرة للفاغ سكولا. الفاغ سكولا بتنزل الليستة تبعهم ب 24 ماي، يعني 24/5، 25/5 ببلشوا يعملوا سوق. اليونيفرسيتي 19 يولي، 20 يولي بيقدروا يعملوا سوق، و19 27 7. في عنا ليدي بلاستر لوكالة، يعني الجامعات نفسهم على صفحاتهم بينزلوا أماكن شاغرة وعلى مواقعهم وعلى صفحاتهم، وهي ما إلى تواريخ محددة. يعني على سبيل المثال لو نحكي عن الماستر، فممكن الجامعة ضل عندها مقاعد شاغرة بالماستر تبعها، ممكن تحكي نزل منشور انه والله عنا لسه اماكن شاغرة بالماستر، اللي بيحب يقدم يتفضل. هذا الشيء ممكن ينزل منشور على الفيس، بموقع على الانترنت، بكتير قصص. فاللي مهتم لازم يتابع هاي المواضيع. نرجع على اللون القصة. اللون القصة القرض الطلابي، يعني هلا الفريستين اللي هن حاطينهم بشكل رسمي، الفريست يعني التواريخ الأخيرة اللي بنقدر نقدم فيها على القرض، فريست ب 15 نوفمبر مشان نقدم على الفور سمستر على فصل الربيع، وفريست ب 15 مارس، عفوا، فريست ب 15 نوفمبر مشان نقدم على الهوست على الخريف، وفريست ب 15 مارس. إذا عندنا فريستين، فريست ب 15 نوفمبر 15/11 يعني، وفريست ب 15/3 15 مارس مشان نقدم على اللون من اللون أكاسا، مشان الفصول الدراسية تبعنا. طبعا كل فصل بفصله، أنا مثلا كطالب جامعة كل فصل بعد ما أدفع ال يعني أول السنة الواحد بيعمل العقد مع اللون أكاسا، بيعمل العقد شغلته بسيطة يعني، وبيقدم عن طريق النت وبيذكر وين عم يدرس، تقديم طبيعي. حتى انا عامل فيديو على يوتيوب كيفية التقديم على لونا كاسا، ممكن احطه هون، وبيذكر انه مدة دراسته كذا وكذا. بس ايمتى بينزل المصاري للكونتو؟ باول فصل بالخريف يعني، لما بتدفع السمستر افيفت تبعك. لما تكون طالب جديد مثلا لازم تروح الجامعة، تطلع كرت الجامعة، كرت الطالب، وتدفع سمستر افيفت اللي هي شي 600 كرو تقريبا، ويعني تروح على الفاليدر تبعك ويصير موضوع الفد الايكا وكذا وهي القصص. خلاص انت هون تقريبا بس دفعت رسوم الطالب، بصير بينزل المصاري على الحساب بعد 2 3 يومين. وبالنسبة للفصل الثاني بالجامعة مثلا، انا هلا فصل اول، انا هلا طالب جديد الخريف، نزل لي المصاري. الفصل اللي بعده ما في داعي اعمل عقد، وانما فقط يعني بدفع السمستر افيف تبعي بالجامعة،
كمان بعد يومين ثلاثة من دفع السمستر الأخير لحالهم المصاري بينزلوا، يعني ما في داعي للعقود، العقود العمل يعني بس كل سنة تقريبا. جاني سؤال عن موضوع النت باسيرت ستوديا. النت باسيرت ستوديا أو الدراسات عن طريق النت، يعني شو الفرق عن الدراسات العادية وكذا؟ شو بتفرق يعني؟ هلا أنا إذا بدي أسجل نت باسيرت ستوديا، أولا كيف بدي أعرف شو هي النت باسيرت ستوديا؟ يعني شو في خيارات قدامي؟ على موقع سمعورنا وبتك، لما بتفتح الستوديو أوفر شيت أو المفاضلة تبع السنوات السابقة مشان بدك تسجل، يعني راح بتلاقي فلتر، في فلتر تحت على اليسار فيك تختار الدلتيد ستوديا ولا هيلتيد ولا نت باسيرت ولا كذا ولا كذا. فأنا بختار النت باسيرت ستوديا، وبس اخترت هذا الفلتر بيطلع لي فقط النت باسيرت ستوديا على الليستة اللي عندي. فعلى سبيل المثال يعني إذا بدنا ناخذ مثال انه شو ممكن يكون في نت باسيرت ستوديا، ففي عندنا مثلا برنا هاجلارر، انا هلا شايفه قدامي بجامعه نور يونيفرسيتيت، في عندنا بدريفت اكونومي، في عندنا بيج انجينير، في عندنا مثلا يعني في انواع متنوعه من الدراسات اللي هي تاريخ مثلا، رياضه، ماشين انجينير، يعني في موجود. بس شو طبيعة هي الدراسة انه نت باسيرت؟ شو طبيعتها؟ طبيعة هي الدراسة انه انت بتسجل، بتدفع سمستر افيف، بتعمل امورها كله تمام، ولكن كل شيء على النت. ما هو هلا نحن اصلا في زمن كورونا، يعني هلا بهي الفترة كل شيء على النت، يعني تقريبا نحن هلا بزمن كورونا عم ندرس على النت، يعني نت ستوديو تقريبا ما فرقت. فالنت باسيرت ستوديو كقانون بالحالة العامة شو بيقول؟ بيقول بشكل عام انه انت اغلب محاضراتك موجودة على النت، راح تاخذها على النت، في حضور ايضا، في متطلبات للحضور طبعا كل جامعة بتحددها، ولكن بعض الجامعات بتفرض وجود الزامي انك تجي مشان تعمل المختبرات العملية. يعني ولنفترض انه انت مسجل ماشين انجينير عن طريق النت ستوديو، ف انت في عندك مختبرات باول سنه، غالبا ما يكون اول سنه وثاني سنه في عندك مختبرات، يعني تعمل تجارب وكذا على سبيل المثال طبعا. فانت بالنسبه لك بيجمعوا لك كل المختبرات، كل ساعات الدوام تبع المختبرات بيوم او يومين، مشان تسافر من مدينتك للمدينه اللي فيها الجامعه وتعمل هدول المختبر، تعمل هدول الساعات وترجع. هي بالنسبه للساعات المختبرات إذا في ساعات عملية يعني. والامتحانات كذلك الأمر، بدك تجي على المدينة اللي هي فيها الجامعة مشان تعمل امتحاناتك وترجع. بزمن كورونا كل شيء مختلف. نحن الطلاب العاديين صرنا نت، ومو بس نت باسيرت، صرنا كل شيء على النت، حتى الامتحانات على النت. فلذلك انا برايي اللي بده يسجل نت باسيت ستوديو بده يشوف الجامعه مباشره شو عندها تلبد، وشو عم كيف عم يتصرفوا بهالوضع، او يقرا اكثر على موقع الجامعه نفسها بنفس الاختصاص مشان يعرف شو عم بيصير، لانه ممكن يكون في تغييرات كتير. طبعا نت باسيرت ينطبق ايضا ربما على احيانا الماستر، ينطبق عليه النت باسيرت، فممكن نلاقي، مو دائما ومو إجباري ولكن ممكن لا. جاني سؤال، لو أنا لو الشخص لو المرأة يعني جرافيد وبدها إجازة أمومة أو كذا، يعني أنت كمرأة أو أنت كشخص عندك عذر ما وبدك تعمل ريزيرف لمقعدك الجامعي، حجز لمقعدك الجامعي. فمثلا كثير من النسوان مثلا ممكن يكونوا جرافيد بهي الفترة أو عندهم إجازات أمومة أو كذا، شو ممكن نساوي؟ هلا مثل ما حكينا ب 20/7 تقريبا بتطلع النتائج من سمور نوبتك، من 20/7 ل 24
7 الساعة 12 بالليل، معنا وقت لنجاوب على الأونسكا، على الرغبات الجامعية. بعد ما نجاوب مباشرة بنعمل طلب خاص للريزيرف ستوديو، يعني نعمل ريزيرف للستوديو، نعمل حجز للمقعد. مع هذا الطلب نرفق كافة الأوراق والأسباب اللي لازم تكون مقنعة، في مقنعة يعني أسباب وجيهة مثل ما بيقولوا، أو أسباب يعني فعلا إنه أنت بتبين إنه عندك مثلا خدمة إلزامية في العسكرية على سبيل المثال، أو عندك كذا أو عندك كذا، مشان تعمل حجز للمقعد. طبعا ماكس الحجز للمقعد هو 2 سنين. جاني سؤال أيضا إذا بدي أنقل من جامعة لجامعة. إذا بدي أنقل من جامعة لجامعة، الموضوع ما نو صعب، بسيط. بكل بساطة، أنت هلأ ولنفترض طالب سنة أولى، بلشت ب أوشلوميت على سبيل المثال باختصاص ماشين انجينير، بس بدك تنقل على جامعة أخرى. فشو بنعمل؟ بلشنا نحن بالفصل الأول، الفصل الأول ما بيهمنا نعمل شيء. ببداية الفصل الثاني، طبعا هذا أغلب الجامعات تقريبا هيك، ببداية الفصل الثاني مباشرة أو حتى قبل شوي صغيرة، ممكن تحكي مع الفايليدر تبعك وتقول له بدي أقدم على نقل للجامعة. طبعا بيكون في عندكم بالسوق ناد بورتالن أو بموقع الجامعة في يعني شيمة خاصة لهي المواضيع، مواضيع النقل وهي القصص كلها بتكون موجودة. بس احكي مع الفايليدر تبعك مشان يسهل لك هاي العملية. طبعا بالنسبة لانتينو على سبيل المثال، النقل بانتينو يعتبر سهل نوعا ما، كونه انتينو في عدة افرع. يعني لما تنتقل انترن داخليا بين افرع الجامعة اسهل من انك تنتقل اكسترن من جامعة الى اخرى، لانه بدهم يشوفوا شو عندك مواد، يعدلوا لك المواد، يعني شو عندك، شو اخذ كذا. فربما الموضوع بيكون اصعب شوي، يعني مو مستحيل وانما اصعب شوي. هلا راح شوف، يعني يبدو خلصت النقاط اللي لازم احكيها. بصراحة انا ما حضرت كتير للموضوع، يعني انا كان مفترض اني احضر بشكل كتير كبير وكون ببث مباشر على صفحة كبيرة يعني، بس لأني مشغول بمشروع التخرج ما حضرت كتير أبدا للأسف، ويعني اكتفيت بإني أعمل شيء بسيط بس إني أقدر ساعد قدر المستطاع. في سؤال عم بيقول إنه أنا قدمت على 23/5، ما كان عندي براكسيس ولا شغل، بس لأنه عندي طفلين فطلبوا مني بوستيد أتست من الفول كاريجستر اثبت فيه انا الاطفال، حبيت اشارك تجربتي. اوكي. في تعليق عم بيقول في من اسمها اسراء. اسراء عم بتقول انه بدها تشارك شو اللي صار معها، فعم بتقول انه هي قدمت على 23/5 ريجل على سمور نور، بتعرف تختار 23/5، ما عندها شغل وما عندها كذا، بس قدمت انه قدمت لانه عندها طفلين، حضانة طفلين يعني، فطلبوا منا بوستيد اتست يعني شهادة سكن من الفولك ريجستر، قدمتها واعتبروها ماشية يعني بالنسبة لقاعات 23/5. ف يعني ممكن النسوان اللي عندهم أولاد يستفيدوا من هاي النقطة. استفسار بسيط لو سمحت، تنصحني أدرس بأوسلو أو تروندهايم؟ شو الميزات وشو المساوئ؟ هلأ شوف، موضوع اوسلو لترندهايم، اولا لازم نعرف انه انت يعني ترندهايم علاماتها اعلى العلامات بالنرويج كلها، يعني ما بيفوتوا عليه الا جماعة الخمسات والستات، يلي الحمد لله ماني منهم، يلي بيكونوا كتير فلينكين هذول شاطرين يعني. فمو قلنا هي انت يعني ترندهايم للشاطرين كتير هذول بس، ولكن بشكل عام انت يعني ترندهايم هي the best of the best بالنسبة للجامعات بالنرويج. طبعا اللي بده يفوت هندسات، نصيحة، يلي بده يفوت هندسات وأفرع تكنولوجية مثل الاي تي، سايبر سكيورتي، سايبر سكيورتي يعني أمن السيبراني كذا، كل هاي الأفرع يفضل يتجه إلى انتينو، يفضل دائما. طبعا سايبر سكيورتي
وبفضل ايضا انه انتل يسجل على انتل نيوفيك سايبر سكر هيد، تعتبر يعني قبلة السايبر سكر هيد في النرويج اللي بيتجهوا عليها كل الطلبة. والانتل بشكل عام اصلا هي جامعة التكنولوجيا والهندسات يعني على مستوى في النرويج وفي العالم، فاللي بده يفوت هندسات انا بنصحه دائما بانتينيو. ولكن تروندهايم معروفه بالعلامات العاليه، يعني صعب شوي، بس الفرق بين اوسلو وتروندهايم ما اعتقد في فرق كبير. يعني تروندهايم مدينه كبيره يعني لا باس فيها، وفيها حياه جامعيه وفيها حياه وفيها شغل وكذا، ولكن كلياتنا نعرف شو هي اوسلو. اوسلو الحياه المزدحمه، الحياه اللي المدينه المزدحمه اللي راح يكون في إلنا مثلا في كتير ناس بنعرفها، ربما الواحد يكون فرص الحصول على عمل أسرع هنيك، إنه يعمل صداقات أسرع لأنه في عدد أجانب أكثر، سوريين وعرب ومن كل يعني الجنسيات ومن كل الأماكن، وبالتالي يعني راح تكون صداقات بسرعة. يعني ما في فرع جامعي بأوسلو ما بتلاقي فيه على الأقل 10 15 شخص بيحكوا عربي، فهي الحلاوة بالموضوع. بس غالبا غالبا ما يحكوا عن هيك، سمعت طبعا من أصدقائي وكذا، إنه أوسلو ميت يعني ليست يعني بالجودة نفسها تبع انتيني. يعني أنا مثلا لما أجا طالب من أوسلو ميت انتقل على انتيني على جامعتي، يعني حكى لي قال لي إنه شو هاد، يعني شو هال التدريس والأوبليجر اللي عندكم والقصص هي، في صعوبة يعني عن أوسلوميت. أوسلوميت كان تقريبا أسهل من هيك بكتير. ففعليا حسيت إنه من الواضح يبدو إنه أوسلوميت يعني لا تعتبر، يعني خلينا نقولها بالمشرمحي، يعني ما كتير ظابطة بالنسبة للهندسات، لأنه يعني أي شيء بتمشي أي شيء. ف فيك تحكي لمحة عن البرنافان ونسبة العمل بها ومجال دراستها؟ والله أخي أو أختي ما بعرف شيفان، يعني البرنافان موضوع ما فيني كتير جاوب فيه بصراحة، ولكن كلياتنا بنعرف إنه البرنافان ما شاء الله عليهم ما عم يهدوا الشغل، ترى في عندهم شغل. بس تجربتي الشخصية يعني أنا لما ببحث عن عمل كم مرة بشوف طالبين موظف بانافان؟ مو كتير. يعني انت لما بتبحثي عن عمل، او انت لما بتبحث عن عمل على فيندوت انو او اي موقع اخر او موقع الناف مثلا، راح تلاقي سيكا بلاير سيكا بلاير سيكا بلاير سيكا بلاير. بعدين تلاقي مثلا راديوغراف، او تلاقي بيج انجينير، او تلاقي سوسيونوم او سوسيال اربيد، ماشي. بعدين راح ترجع تلاقي سيكا بلاير سيكا بلاير سيكا بلاير، راح ترجع تلاقي ربما برنافان مثلا. فبرنافان هو مو كتير عليه شغل، وانما انا شخصيا لو كنت انت يعني مايل لقصص مثل البرنافان تشبه البرنافان، انا ممكن انصحك بالسوسيال اربيد او بسوسيونوم، هدول الفرعين اللي بيشبهوا الى حد ما طبعا البرنافان، وبس فيهم شغل اكتر. يعني سوسيال اربيد بصراحة حسب ما عم شوف فيها شغل أكثر من البرنافان، والسوسيونوم بتشتغل فايليدر أو ساك بهاندلر بالناف، لأنه السوسيونوم اللي دار السوسيونوم أو خلينا نشبهها شيء بيشبه علم الاجتماع أو علم النفس أو كذا، بيشتغل بساك بهاندلر أو معالج قضايا بالعربي يعني بالناف. أنا عندي بكالوريوس في بلدي وحابب أكمل ماستر بالنرويج. أول شيء لازم يكون عندنا أوبتاكس كراف اللي هن لينو سنيت سي كاركتير مثل ما حكينا، لازم يكون عندنا السبروك فاردي هيت نوشك، هو مثل ما حكينا نوشك بأي طريقة إن كانت فيجي تري أو ترين تري أو أي طريقة أو برجن تيست. طبعا للملاحظة إنه صار في إندرينج صار في بعض التغييرات ب 2021. طبعا سمارت نابتك كل سنة بيصير فيها تغييرات مثل ما بنعرف، وأنا نزلت منشور عن آخر تغييرات صارت على 2021، فيكم تقرأوا أيضا على صفحة سمارت نابتك إنه صار في بعض الأمور والتغييرات ب سمارت نابتك لهي السنة. فأنا
على سبيل المثال بعض المتطلبات لبعض الأفرع، مثلا ماستر تبع الماتماتيك والفيزيك بيونيفرسيتي استفنجر تغير المتطلبات تبعه، بس تغير بسيط طبعا. باتشلر أو كافا، عفوا باتشلر انفورماتيك بيو انفورماتيك بيونيفرسيتي بلجن تغير متطلباته. طبعا بيتغير المتطلبات شوي صغيرة، وأنا بتذكر نزلت هذا المنشور على المجموعة من قبل. بإمكانكم تنقروا على هاشتاج منشورات الأدمن بالمجموعة لحتى تشوفوا كل المنشورات اللي أنا منزلها. راح تلاقوا من ضمنه منشورات التغييرات اللي حصلت لهي السنة. طبعا أهم تغيير واللي هو سبب مشاكل للطلبة أو سبب ارتباك للطلبة موضوع تغيير النشق. علامة النشق طبعا ما راح أخوض بالموضوع كتير مشان ما يصير معكم ارتباك كمان، ولكن نكتفي بهيك اوفر شيك صغير. اللي صار انه صار في تغيير بموضوع علامة النشق. يعني قبل كانوا يحسبوا علامة النشق، بينما هلا موضوع علامة النشق يعني صار ما كتير ينحسب الا بحالة انه الفرع اللي انت داخل فيه بيتطلب انه والله شو بدهم يطلعوا على علامة النشق. هلا شو التفاصيل وشو القصص المتعلقة بهذا الموضوع ما راح خوض فيها. بإمكانكم ترجعوا إما على المجموعة منشورات الأدمن بالهاشتاج منشورات، أو بالمواضيع منشورات الأدمن تشوفوا المنشورات القديمة وتقرأوا، أو على صفحة سبع أورن أوبتك أول ما تفوتوا على الصفحة بتلاقوا سيستا إندرينجن آخر التغييرات، بتختاروا عام 2021 تقرأوا التغييرات تطلعوا شو اللي متغير بالضبط. بالنسبة للسؤال اللي بعده، ما بعرف إذا كملت موضوع الماستر شو المتطلبات. هو الكاركتير يانوم سنيتسي، السبروك فاردي هيت عندنا النرويجي وعندنا الإنجليزي. الإنجليزي 4 فما فوق بالفيدراغون سكولا لازم تجيبي، أو بالآيلتس 6 فما فوق، وربما غير الآيلتس كمان توفل أو كامبريدج تيست أو إلى آخره. إذا الشخص بده يدرس دراستين سوا فينه يعمل هيك؟ نعم فينه، ولكن أنت لما تسجلي على الجامعة هي السنة فيك تسجلي هي السنة وراح يطلع لك فرع واحد، ما راح يطلع لك فرعين. بس أنت صرت سنة ثانية بالجامعة، يعني أنا هلأ مثلا سنة ثالثة، أو ولنفترض أنا هلأ سنة ثانية، فيني سجل على سمورنا أوبتك ويطلع لي فرع وداوم فيه وسجل فرعين. ولكن أنا هون بنصح بشغلتين، هي طبعا نصائح أغلبها عم بتكون من تجربة شخصية وليست قوانين وليست كذا مكتوبة. يعني النصيحة هي إنه تنسقي مع الفايليدر تبعك وتقليله إنه أنا طلع لي فرع بالفرع الفلاني كذا مشان يعرف ويساعدك بهي الأمور. ثانيا حاولي إذا بدك تسجل على فرعين يكونوا متشابهين مشان السهولة. طبعا هون أنا عم بحكي التسجيل على فرعين، مثل ما حكينا لما تكوني انت سنة ثانية جامعة بدك تاخدي فرع جديد معك، حاولي يكونوا متقاربين مشان ما تصعب كتير على حالك. اللونا كاسا تدعمك للدراسة خارج النرويج أخي عمر؟ نعم اللونا كاسا تدعمك للدراسة خارج النرويج، وفيها آلة حاسبة موجودة خاصة تحسب لك قديش بيطلع لك قرض طلابي لو طلعت خارج النرويج. ممكن حط الرابط أيضا بالتعليقات. تختار الدولة اللي رايح عليها، الجامعة اللي راح تدرس فيها، شو الفرع، وبتنقر على رين اوت او حساب، يعني بيطلع لك المبالغ اللي راح تطلع لك باللون كاس. طبعا هلا موضوع الجنسيه، بتذكر كمان حدا سالني انه اللون كاس، انه عفوا استوديرا يطلع لنا لازم يكون معك جنسيه لحتى اعمل يودفيكشلينج. يودفيكشلينج يعني تبادل دراسي او تبادل طلابي، فما في داعي يكون معك جنسيه الا في حال انه انت طالع على دوله بدها جنسيه. يعني انا مثلا بدي اعمل يودفيكشلينج على فرنسا مثلا، يعني لأنه الطالب بالسنة الأولى بس يخلص وصار سنة تانية بصير بحق لك أنت كطالب جامعة، الجامعة طبعا بتقول لك إنه فينا بدك تعمل يودفيكشلينج هاي السنة أو مثلا السنة الثالثة، حابب تعمل يودفيكشلينج. يودفيكشلينج يعني دراسة تبادل طلابي مع الخارج، فبتقدم
على وتختار الجامعة وتختار كذا. وطبعا هون من المهم جدا تكونك متقن جيدا للغة الإنجليزية لما تقدم على إدفكشلينج، لأنه اللغة الإنجليزية جدا مهمة، أولا مهمة إلك كشخص، ثانيا مهمة لدراستك لأنه غالبا راح تكون دراسة بالإنجليزية. أخ خالد، بدي أسألك، في بعض الأفرع سمور داونتاك مكتوب جاب هون صفر مو طابي معدل، هدول في حالتين، يا أما هذا فرع جديد ولسه ما حاطين عليه شيء فبيكون ما في شيء، فهون أنت يفضل تتواصل مع الفرع نفسه مع الفايليدر أو مع كذا، وعادي يعني حتى لو حاطين جنبه صفر ممكن يكون مثلا ممكن يكون مسكر الفرع، ممكن يكون صار في شيء، فأنت بتنقر على إشارة التعجب هي اللي جنب الصفر تعرف شو الموضوع. إذا ما عرفت شو الموضوع أوكي تواصل مع فايليدر هذا الفرع نفسه أو مع الجامعة أو مع الكلية، عرف شو القصة، وإذا قالوا لك إنه فرع جديد ممتاز جدا، لأنه الفرع الجديد يعني لسه ما بيكون طالبين علامات، ممتاز مباشرة إذا كان فرعك المناسب قدم عليه وريح حالك. فيك تجاوب إذا قلنا لا على التلبود بتروح على البعدة. بالنسبة لنجاوب على الرغبات الجامعية، لما يجينا الجواب من سمور نوتك والموضوع نجاوب على الرغبات الجامعية، هلا غالبا ما يكون موضوع الإجابة على الرغبات، يعني ما في شيء اسمه نجاوب على الشغلة واحدة لا والتاني ما نجاوب عليه، لأنه غالبا بيجيك يعني بيجيك خلينا ناخذ مثال مشان نوضح الموضوع. انا مقدم على ماشين انجينيور رغبة اولى، رغبة ثانية فرني بار انجينيور، رغبة ثالثة داتا انجينيور، فاجاني الجواب بسمر نابتك ب 20/7 انه والله شو فرني بار انجينيور مثلا، ما بعرف في مشكلة بالبث المباشر بالصوت او الفيديو، انا بالنسبة لي ما بعرف ما في اي مشكلة، ان شاء الله ما يكون في مشاكل، بس ما بعرف اذا في اي مشكلة خبروني. فانا لنفترض انه اول فرع فرني بار انرشي انجينيور، ثاني فرع ماشين، ثالث داتا، لما راح يجينا الجواب راح يقولوا لي مرحبا خالد، انت طلع لك بالفرني بار فنتريستا قائمة انتظار، وانت طلع لك بالداتا مقعد تلبود يعني، وبالماشين قائمة انتظار يعني. اوكي، فانا مثلا شو بدي، انا شو اللي مهتم فيه، انا مهتم بالفرني بار، فانا بختار يا للقائمة الانتظار تبع الفرني بار، وبختار كوني مهتم ماني مهتم كتير بالداتا بختار لا لقائمة الانتظار تبع الداتا، وكمان بختار لا لقائمة الانتظار تبع الماشين. ليش؟ لاني ماني مهتم لا بالماشين ولاني مهتم بالداتا، انا مهتم بالفرني بار، حتى لو جايتني بس قائمة انتظار راح اجاوب عليها. والعكس بالعكس، ممكن يكون هون جاي قائمة انتظار فنتاليستا، ممكن هون تلبود، ممكن هون تلبود وهون تلبود، فبتوافق على واحد وبتكنسل الثاني وانتهى الموضوع. بريفان انا جاوبت على موضوع الريزيرف بلس حجز المقعد لما يكون في جرافيد او لما يكون في اجازة امومة، انا جاوبت على السؤال بس راح جاوب عليه باختصار. الشخص لما يكون عنده سبب مقنع مثل انه جرافيد او اجازة امومة او خدمة عسكرية الى اخره او مشاكل، بامكانه بعد ما يجاوب على الرغبات تبعه بين 20/7 الى 24/7 اللي هي المدة تبع الاجابة، يبعث طلب ريزيرف بلس للجامعة تبعه، طبعا في طلب معين هلا بحط الشيمة تبعه، مع مرفق مع الأسباب المقنعة والوجيهة لهذا الريزيرف لهذا الحجز للمقعد، وبتم طبعا المدة أقصاها 3 أسابيع لحتى تبعتي الطلب، بعد 3 أسابيع من 24/7 اللي هو آخر يوم للقبول تبع الرغبات ما فيكي تبعتي طلب للريزيرف بلس أو حجز مقعد. الماكس تبع حجز المقعد 2 سنين، فيك تضلي حاجز المقعد 2 سنين. ما في مشكلة بالبث، ما بعرف إذا ما بعرف إذا جاوبت، إنه بصراحة عندي الويب كام جاي قدام التعليقات فعندي يمكن مشكلة. إن شاء الله هيكون جاوبت تقريبا على كل
الأسئلة اللي موجودة. تقريبا حكينا بكل النقاط. من المهم لا تنسوا موضوع السكن الجامعي، حطوا ببالكم. طبعا راح أحط الفيديو هون. من المهم ما تنسوا موضوع السوق نادويب. موقع السوق نادويب مهم للناس تبع الماستر، مهم للهندسات اللي ناقصهم ار ان ار 2 فيزيك ان. لا تنسوا انه فيكم تقدموا معكم ل 15/4 لتقدموا على هذا الموقع. بالنسبة للمهتمين بمفاضلة الأماكن الشاغرة كمان لا تنسوها إذا مهتمين فيها، مثل ما حكينا الفاغ سكول ب 24 ماي، اليونيفرسيتيت ب 19 20 يولي تنزل ليست تبعها، وفي عنا اللوكالة حكينا عنهم. في سؤال أنا نسيت جواب عنه، بالنسبة إذا أنا كان دوامي هيلتيد بدي أساوي دلتيد. هون شوي السؤال هذا مثل ما بيقولوا تريكي أو محير، هذا السؤال إنه إذا أنا كنت عم بدرس هيلتيد بدي يصير دلتيد. الهيلتيد يعني فول ستوديا، يعني عم بدرس نظامي 100% دوام نظامي، بس الدلتيد مثلا إذا كان الباتشلر 3 سنوات بيصير على الدلتيد 4 سنوات. فأنا لو كنت هيلتيد فيني يصير دلتيد؟ الجواب هو جواب محير، انه انت فيك تحكي مع فايليدر تبعك اللي هو روديفر فرعك، اللي هو خلينا نسميه ما بعرف شو بدنا نسميه، موجه الفرع تبعك ماشي. فبتقول له انا بدي اقلب من هيلتيد لدلتيد وكذا، وممكن تزبط. بس هون في عنا كونسيكفنس للموضوع، في عنا نتائج يعني للموضوع. شو هي النتائج او شو هي العقوبات تبعه؟ انه اللون الكاسة تبعك ممكن يصيروا يطالبوك انه تبدأ ترجع، او يطالبوك انه انت يصير عليك رنتة او اقساط، والمبلغ اللي هو كان معد يتحول لمنحة بيصير بعضه اقساط وكذا. فهون الموضوع بصير شوي محير لما بدنا نقلب من هيلتيد لدلتيد بالنسبة طبعا الحكي كله اللي انا عم بحكيه يعني 90% منه من القراءة والقوانين والاطلاع، وراح احط لكم المصادر بعد شوي. وبعض الحكي اللي حكيته اذا لاحظته هو من تجارب شخصية لبعض النقاط الشخصية، ايضا ما فيها قوانين. طبعا انا بنصحكم، ما بعرف اذا ضل في اسئلة. ما بعرف اذا ضل في اسئله ولا لا، ولكن اوكي. رعد عم بيسال اذا الشخص ما عجبه الفرع بحق له يوقف السنه ويرجع يعمل سوق السنه اللي بعده بفرع جديد. عادي عادي، انا هلا لو كنت عم بدرس بروجرامينج مثلا برمجه عادي، يعني اصلا انا هلا ما بدك تقدم، قصدك ما بدك تكمل، يعني بدك تقول للعالم انه ما بدي اكمل. هلا انا مثلا عم بدرس بروجرامينج برمجة وما بدي كمل وبدي اقدم على فرع جديد، ما بعمل شيء، ولا بقول للفايليدر تبعي، ولا بقول له انا كاسة توقف لي، ما في داعي، خلاص كن ما هنالك. بس اليوم يعني بما انه فاتحة موقع لونك، الموقع السمر نابتك عفوا، بقدم على الفرع الجديد انتهى الموضوع. يعني ما في داعي احكي للفايليدر، ما في داعي احكي للونا كاسة، لانه طبعا اذا بهمك موضوع اللونا كاسة انه توقف ولا كذا في داعي، بس اذا ما بيهمك اصلا انت يعني بدك لونك اصلا تضل شغال ما في داعي. ما تحكي لحدا، يعني ما تقول للفاليدر والله بدي اغير الفرع وكذا وتقعد تحكي، الا في حال بدك نصايح طبعا، بدك حدا ينصحك اوكي ممكن يعني تحكي معه. اما بالنسبه مثلا خلينا ناخذ مثال، انا هلا بدي سجل على فرع جديد ما عجبني الفرع، خلص ليكني سجلت على سم اورنا ابتك وانتهى الموضوع، ما صار شيء ابدا. ما هو في بعض الناس اذا ما حبيت الفرع، هلا اجاني سؤال انه والله بدي اسجل دراستين نفس الوقت، نفس الشيء. انت ممكن عم تدرس يا سيدي سوسيالت اربيد وما عجبتك الدراسه، اوكي فتحت السمر نوت تاك سجل فرع ثاني، بجوز انت ترجع تحب السوسيالت اربيد وانت عم تدرس الفرع الثاني وتدرس الفرعين وتنجحون. يعني بالعكس ممكن واحد خلال سنة تتبدل أفكاره ومزاجه وكذا، فعادي جدا. ولكن مثل ما قلت لك إذا بهمك نقطة اللون كاسة توقف تكمل كذا ما بعرف شو،
هي بقى بدك تحكي مع لونا خاصة فيها مشان الموضوع اللي هي. عندك فكرة عن العمل بالمحاماة؟ في أي توقعات بخصوص هالفرع؟ أولا المحاماة هو فرع معدله عالي، لأنه الأدفوكات مو سهل بصراحة، معدله عالي وصعب جدا، من الأفرع الصعبة، لأنه ما بعرف إذا أنت داخلة على لوف داتا. لوف داتا هو موقع القانون النرويجي، الكتاب القانون كله اسمه لوف داتا دوت نو. يعني إذا بتقدري تقرأي سطرين أو ثلاثة منه تفهميهم فيك تفوتي أدفوكات، أنا بضمن لك. لأنه أنا لما بفوت على هذا الموقع بقرأ سطرين ثلاثة ولا حرف بفهم، فبطلع بنسحب، لأنه موضوع ضخم وشيء معقد، يعني صعب جدا. ولكن من ناحية العمل في عمل، ولكن ما بعرف إذا أنت شفتي مؤخرا بعض مقالة نزلت على جريدة صحيفة جامعية اسمها يونيفرسيتاس، عم بيقولوا عن الوضع خلينا نسميه اللي فيه نوع من النظرة العنصرية اللي عم بتصير للمحامين المتخرجين من اللي هي طبعا هذا المقال نزل على صحيفة جامعية، فعم بيحكوا انه المحامين عم بيتعرضوا لقصص مثل انه صعوبة اللغة. وهون ما عم نحكي، بجوز انت تكوني متمكنة باللغة النرويجية اكثر مني، واكثر بجوز تكوني حتى يعني شبه نرويجية، ولكن المشكلة تبقى في القانون نفسه، كلمات القانون والمصطلحات الموجودة وكذا فيها صعوبة. وبالتالي المحامين اللي عم يتخرجوا من أوسلو ميت، حتى نزل المقال قرأته بشكل كامل على صحيفة جامعية، عم بيحكوا إنه المحامين اللي عم يتخرجوا من هذيك الجامعة عم بيعانوا من هذه النقطة، إنه يعني عم بيعانوا من موضوع المرافعة في المحاكم وهي القصص، بخصوص إنه ما عم بيكونوا هذا التمكن الكامل من الكلمات والكلام، عم بيكونوا مع إنه في قسم كبير أصلا ولدوا بالنرويج. يعني أنا قرأته للمقال كامل، فأنا شخصيا لا أنصح بالأدفوكات إلا يعني إذا فعلا في حب للفرع وفي تمكن 1,000,000% من هذا الفرع. لأنه أبدا إذا قدرت تفتح موقع لوف داتا وتقرأ سطرين ثلاثة بحيث إنه تفهم، ادخل أدفوكات بدون ما بعرف. النت عندي مو سيء يا جماعة، ما بعرف ليش النت عندي سيء، النت عندي مو سيء، يعني سرعة الإنترنت هو 100 ميجا بالثانية، ما بعرف شو المشكلة. يبدو المشكلة من إني عم بستخدم ويب كام، أو أصلا النت عندي حتى كيبل، يعني ما نو ويفي، بس ما بعرف شو المشكلة بصراحة. يمكن anyway السؤال عم بيقول إذا حدا عنده دراسة سابقة ببلده ومتخرج وقدم على نفس الدراسة على سمور نقطك وأخذ فري تاك أو وصله ونص، إله حق من لونا كاسة؟ هلأ اللون كاسة الواحد ايمتى بتطلع له بشكل عام؟ لما يكون عم بيدرس. فانت اذا اخذتي اول سنة ونص برمشون، يعني اول سنة ونص اخذتي فيهم مثل ما انك كاتبة يعني فري تاك، فشو بده يطلع لك لون كاسة اذا ما عم تدرسي؟ يعني ما اعتقد يطلع لك، الا في حال عم تدرسي طبعا، في حال بغض النظر شو راح يصير بموضوع دراستك والفري تاك وكذا وهي، ولكن في دراسة، في عندك مواد، في كذا، احطلع لك لونها كاسة عفوا. يعني ما في اي مشكلة. ولكن اذا اخذت البرميشن تبعك وخلص طلعتي، يعني تركتي او وقفتي، لشو بدي يطلع لك لونها كاسة اذا ما عم تدرسي؟ بس اذا عم تدرسي اوكي، بغض النظر شو اخذتي فري تاك، شو اخذتي كذا، ما له علاقة بالموضوع، طالما في دراسة في كذا الامور سليمة، يعني ما في اي مشكلة. اوكي ممتاز، النت ممتاز، يعني ما عندي مشكلة. انا بصراحة مستغرب من بعض التعليقات عم تقولي النت سيء، يعني انا ما بعرف بصراحة، ما بعرف، مو مشكلة. اذا في اسئلة تانية، هل الجامعة اللي عم تدرس فيها بتأثر على سرعة قبولك في بعض الوظائف؟ شوفوا موضوع القبول بالوظائف،
يعني انا هلا حاليا طالب سنه ثالثه، ماني متوظف، ولكن خلونا نحكي بشكل عام على الموضوع. There is a reminder for college. الوظائف غالبا لما نقدم على وظائف، نقدم على وظائف باختصاصنا، يعني انا كمهندس بدي اقدم على وظيفه بفرع هندسي، عم بلاحظ غالبا بعض اغلب الوظائف عم تطلب انه شخص يرفع الفيتنامول تبعه اللي هو العلامات. وهون بيجينا موضوع مهم جدا، انه موضوع العلامات هو اللي مهم اكثر. احيانا بتلاقيهم كاتبين بشكل صريح انه يفضل يكون عندك علامات جيدة، يعني جو كاركتير نيفو او جو يعني سنت نيفو بالكاركتير تبعك، بحيث انه يشوفوا هالموضوع يوظفوك، يعني عم بيحكوها بشكل صريح. هلا اسم الجامعة بشكل عام هل بيساعدك على الوظيفة ولا لا؟ هي ما لها علاقة، لأنه يعني بالنهاية هن بدهم أكثر شيء بهمهم العلامات، وثانيا بهمهم الأرفارينج. يعني لو الشخص عنده أرفارينج ترى يعني ما في أي مشكلة. ممكن إذا بدنا نحكي على الهندسات مثلا، إذا بدنا نحكي على الهندسات ممكن يعني يشوفوا إنه أنت يعني مثلا غير عن مثلا عن اوشلوميت اذا شخصين نفس الكاركتير مثلا، لانه يعني انت مثل ما حكينا من شوي معروفه هي، يعني هي الهندسات، انت الهندسات والبرمجه والاي تي والانفورماتيك والسايبر سيكيورتي كل هاي الامور هي انت. ف يعني لو كان مثلا، طبعا هذا مو ما بناء على اي تجربه، ولكن هذا تقدير شخصي مني، انه لو كان عندنا شخصين بنفس العلامه بنفس الأرفارينج مثلا من انتينيو وكذا، لا انتينيو معروفة بقسم الهندسة يعني، ولكن هذا أبدا يعني ما قانون ولا شيء، هذا تجربة أو عفوا رأي شخصي لأنه تقديريا يعني، ولكن ما يعني بالنهاية الشغل ما حدا بيعرف، كلياتنا بنعرف إنه الشغل بالنرويج بيجي عن طريق المعارف أكثر شيء، وبيجي عن طريق الأرفارينج. يعني ما أعتقد اسم الجامعة يكون له دور مهم. حكيت عن ويب اللي عنده المواد. ما فهمت على سؤالك بيسان، موضوع ويب اللي عنده مواد علمية. بيسان يمكن قصدك عن سوكناد ويب، مو ويب، ما بعرف ويب شو قصدك، ولكن يمكن سوكناد ويب. سوكناد ويب هو موقع للناس اللي بده يدخلوا هندسات بس ناقصهم ار ان ار 2 فيزيك ان، بيسجلوا عن طريق موقع سوكناد ويب على تري سمستر، مشان ناقصهم لانه هدول المواد بيعملوا الفصل بالصيف مثلا، الار ان بالصيف والار 2 فيزيك ان مع مواد السنه الاولى، وبعدين بيطلعوا. بجوز بعض الجامعات تكون البرنامج تبعها مختلف بالنسبه للتريس، يعني بجوز بالصيف يعطوك الار ان والفيزيك ان، وبالسنة الاولى يعطوك بس الفيزيك ان. فحسب، احيانا الجامعات بتحط بالصيف بس الار ان، بالصيف بس ممكن بس الفيزيك ان، ما حدا بيعرف، ولكن بس انقبلتي بتريس تقريبا انت بس تنجحي بهذا تبع الصيف خلص صرتي بالفرع. طبعا شو الفرق اذا الواحد قدم باتشلر بعدين؟ بصراحة هلأ اللي انتبهت للسؤال انه شو الفرق اذا الواحد قدم باتشلر بعدين ماستر ولا ماستر مباشرة. ما هو على سامورد نوبتك اذا بتلاحظوا في عنا فيم اوري ستوديا، على سامورد نوبتك في بعض الدراسات عم بتكون فيم اوري ستوديا 5 سنوات دراسية، يعني مثلا مليو او فيزيك، عفوا انرشي او مليو فيزيك مثلا ب ان ام بي اي مثلا عم بيكون 5 سنوات، اللي هو موضوع له علاقة بالطاقة والبيئة يعني، فبتلاقيه 5 سنوات ماستر جاهز، يعني انت بتفوت على الفرع بس انقبلت فيه راح تدرس 5 سنوات بالفرع، بس راح تطلع انت مهندس سيفيل انجينير. يعني طبعا مصطلح السيفيل انجينير هو معناته انه انت معك ماستر، يعني هذا الموضوع انه انت لما يقول لك سيفيل انجينير
معناتها انه انت معك ماستر، هي الفكره، مو مثل ما مهندس مدني تبع اللي بنعرفه، لا، سيفيل انجينير بما معناه انه انت محصل ماستر، لديك ماستر. فلما تدخل فرع دراسته 5 سنوات متتاليه فانت راح تطلع جاهز من ماستر، ما في داعي تسجل ماستر لانه انت خلصت ماستر. ففي دراسات حتى الفارماسويت على سبيل المثال او الصيدلة فيها 5 سنوات دراسة، فبتطلع، لأنه الصيدلة في عندنا نوعين، نوع بيدرس 3 سنوات، نوع بيدرس 5 سنوات. ال3 سنوات ريسبتور و5 سنوات يعني بيكون فارماسويت، ممكن يعمل يعني يكون الشيف تبع الفارماسويت أو كذا. فال3 سنوات بالصيدلية فيك تدرسها عن سمر نوبتك، وبنفس الوقت في عندك نفسها بسمر نوبتك 5 سنوات. ف5 سنوات بتطلع جاهز يعني من ال، ما بعرف إذا في لسه تعليقات، ولكن يبدو إنه خلصت التعليقات. أنا راح أحط بالتعليقات هون روابط لفيديوهات السكن الجامعي والسجنة دويب واللونا كاسا، تقديم عليهم يعني، راح أحطه بالتعليقات، وراح أحط روابط لأهم الشغلات اللي حكيتها مشان تطلعوا عليها بنفسكم، مشان ما يعني مشان تشوفوا وتقرأوا بنفسكم شو عم بيصير. سوسيال أربيد مشوي حكينا عنها، نرمين نصحت شخص كان عم يسأل، إنه عم يسأل على البرنافان، قلت له السوسيال أربيد ترى ممكن تكون أفضل، لأنه السوسيال أربيد فيها يعني فيها فرص أكثر. يعني أنت لما تفتحي فيندوتينو مثلا راح تلاحظي في تكرار لسوشيال اربيد او سوسيونوم، في تكرار لهالوظيفة هي اكثر من غيرها. 5.2 سجلت على تمريض، بس تمريض طبيعي عالم الرياضيات النرويجي. السؤال، انا اخذ برياضيات 3.3.2. كيف يعني اخذ برياضيات 3.3.2؟ لانه عادة الرياضيات بتكون، انت عم تاخذ رياضيات ام بي تبقى اي ولا اي رياضيات عم تاخذ؟ لانه عادة هن بيطلبوا 3 بالنروي بالرياضيات والنرويجي، والعلامة بتكون اذا النرويجي مثلا فهو الكتابي زائد مون 3 على 2، ونفس الشي رياضيات الام بي بتجمع مع 2 اي بي 2 بي اي عفوا 2 بيطلع معك ال بيسان. انا هلا راح تقديم علي على ستار شيلد فيردرينج. ما هو اصلا خلينا نعرف شو هو ستار شيلد فيردرينج. ستار شيلد فيردرينج هو التقديم بطريقة خاصة خلينا نسميها. ف الواحد بيقدم على هذا الموضوع الا في حال مثلا كان عنده مشاكل، هو مثلا خلينا نقول هو شاطر وعلاماته تثبت انه هو شاطر، بس مثلا بوقت التقديم صار معه مشاكل صحية منعته يقدر يدرس، ف ما راح يقدر ياخذ علامات، فممكن يقدم ستار شيلد فور ديرينج. اما ولكن بشكل عام اذا انتهى الفريست تبعه ما في اي شيء، ما في اي شيء بيشبهه. علامتك هي بالام بي تو بي اي. معلش خليني اشوفها، لانه اوكي انا بصراحة ما فهمت عليك منيح، لانه انت كاتب 3 علامات، يعني ام بي علامة و 2 بي اي و 2 بي اي علامة، انت كاتب 3 علامات، شو العلامات الثلاثة؟ يعني في عندك ام بي 2 بي اي علامتين، يعني تاخذ المجموع تبعهم لهدول العلامتين تقسمهم على 2 بيطلع معك قديش بدك. ستار شيلد فوردرينج مثل ما حكينا هو يتقدم فيه للحالات الخاصة فقط وليس اي شخص، فبدك تذكري شو هي الاسباب اللي خليتك تقدم عليه وليش. والاسباب غالبا ما تكون، اذا قراتي مثلا، اذا قراتي شو هو ستار شيلد فيردرينج فراح تلاقي انه يقدم لاسباب قاهره واسباب صعبه، مثل انه الواحد هو شخص شاطر ومجتهد ولكن صار معه مشاكل ادت الى انه ما يقدر يحصل هاي السنه علامات جيده وكذا، هون بيقدم على ستار شيلد فيردرينج فهون بيفيده. غير هيك يعني بصراحة أنا ما بشوفه شيء مهم، ولكن انتهى مدته للأسف، ما فيك تعمل شيء. أوكي المجموع طبعا بالمحصلة 2.67، والله ما بعرف شو بدي جاوبك، لأنه لوبتاكس كلاف 3 بس ممكن يعني يصير في قبول.
طبعا اذا مسجل باكثر من جامعه اختصاص تمريض، انا بنصحك تسجل تمريض باكثر من جامعه يعني مشان تحسن فرصك بالقبول، ولكن ما بدي اعطي حكم مسبق. اوكي، بس اوبتكس كلاب وثلاثه وما معروف هل رح يقبلوك ولا لا. انا بنصحك اما تتواصل مع الجامعات، مع الفايليدر نفسهم، تتاكد منهم، وغالبا رح يقول لك نفس الكلمه كانشا يعني، ولكن انت لا يمنع انك تقدم يعني عادي، حط رغبات من الرغبات تبعك. تقريبا صار لي ساعة وعشر دقايق، ان شاء الله اكون غطيت كل شيء. تقريبا غطيت كل شيء، مع انه مثل ما حكينا ماني محضر كتير منيح بسبب اني عم بكتب مشروع التخرج، ولكن يبدو انه عملنا شيء حلو. تحياتي لكل الاشخاص اللي تابعوني، لكل المهتمين. بتمنى لكم تصيروا يعني ان شاء الله تصيروا طلاب جامعة، وتصيروا تجيبوا كلياتكم او بي، تصيروا كلياتكم اشطر مني وتظبطوا وضعكم كلياتكم. بتمنى لكم كل الخير. انا بالنسبة للمجموعة بحاول دائما تكون مجموعة مكان جيد مناسب لطلاب الفيدراغونا، وما ينزل فيه أسئلة غير الفيدراغونا، والدرايف موجود في أغلب المواد اللي بتحتاجوها، المنشور موجود مثبت في الأعلى تبع الدرايف تقريبا، في ملخصات كتير، وفيكم تستخدموا المواضيع تبع المنشورات. عملت مواضيع أو هاشتاجات، هي كتير مهمة إنكم تستخدموها للبحث، أو تكتبوا بالبحث بالجروب تطلع لكم منشورات سابقة يعني. فالموضوع صار بسيط لأنه أصلا المجموعة صار فيها آلاف بل مئات آلاف المنشورات، وبالتالي بعتقد صار فيها كمية لا بأس فيها من المعلومات يعني. ما بعتقد عاد في داعي إنه الواحد يرجع يسأل وينزل أسئلة، لأنه تقريبا صار فيه كل شيء المجموعة، صار العالم سائلين نفس السؤال شي 2000 مرة ما شاء الله. يعني ما في أي مشكلة، ولكن حتى لو طرحت السؤال مرة أخرى وكان مكرر ما في مشكلة بالنهاية يعني، ما في أي مشكلة. لا هو مو للعالم اللي صار له 6 سنين. كيف 6 سنين؟ السار شيلد فوردرينج هو الحالات الخاصة يلي فيها أسباب قاهرة تستدعي إنه الشخص يقدم عليها، لأنه والله مثلا هو شاطر بس لحالة ما أو لسبب ما ما قدر يكمل. فهون بيعملوا لك سيرش الفردرينج مشان يتأكدوا إنه عن جد أنت فعليا شاطر وكذا وكذا وكذا، بس في مشكلة أدت إلى كذا. هون سيرش الفردرينج ما له علاقة بال6 سنوات وال5 سنوات. سيرش ما هو اسمه يعني، اسمه سيرش الفردرينج، سيرش الفردرينج تقييم الخاص، تقييم القضية الخاصة يعني، وبالتالي ما له علاقة بال6 سنين. وبعدين الجامعة ما له علاقة بالعدد السنوات اللي بنضل فيها بالنرويج، ما في أي علاقة. تحياتي للجميع، شكرا لكم للمتابعة، وبتمنى لكم كل الخير دائما وأبدا. كان معكم خالد الأسعد، تحياتي.